وفي ظل كل هذه الأمور الجسام تجد الحوار الوطني شغال ما شاء الله زي الفل زي الفل. قبل استئناف جلسات الحوار الوطني على طول نجح في صياغة الحوار الوطني، نجح في صياغة إيه؟ نجح في صياغة وبلورة المحاور الرئيسية التلاتة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، ودي حاجة مهمة جدا. يعني خلاص بيتنا قاب قوسين أو أدنى من بدء الحوار. معنا على التليفون كاتبنا الصحفي الكبير سيادة النائب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق الغراء. كيف حالك يا أستاذ عماد؟ أهلا يا أستاذ يوسف، تحياتي ليك وكل السادة المشاهدين. ما شفتكش من ساعة ما رجعنا من العراق. والله ما ينفعش كده. أتشرف بيك دايما يا يوسف. يا رب يخليك لنا يا استاذ عماد. يعني انا كنت بقول في ظل كل الاحداث وفي ظل كل هذا الزخم، يعني مجلس الامنه في الحوار الوطني شغال واجتماعات، واظن كده خلصت كل حاجه يا سياده النائب. الحمد لله كل ما هو تحضيري اجرائي تنظيمي خلص وجاهز الامور، فقط يتبقى جلسه ربما تكون هذا الاسبوع ان شاء الله، جلسه اللي هي الاعلان عن التفاصيل النهائيه اللي هي المواعيد، انه الحوار سيبدا غالبا، يعني اتمنى انه يكون خلال اسبوع بالكثير من الاسبوع ده. هايل. والامور يعني عايز اقول لحضرتك ايه، كل الحاجات الثلاث محاور 19 لجنه 83 موضوع، ده بالضبط اللي هيتم الانطلاق بتاعه خلال الايام اللي جايه. هيكون فيه اجتماعات بالتوازي مش بالتوالي. بمعنى ان كل محور له يومين في الاسبوع، يعني 6 ايام عمل هتبقى موجوده للمحاور الثلاثه، وممكن في اليوم الواحد يبقى فيه اكثر من اجتماع باللجنه الواحده. يعني انا بس عايز اقول حاجه صغيره، انه في اعلى حاجه هي المحور، يعني عندنا المحور السياسي تحتيه اللجنه، ها؟ ايوه. تحت اللجنه في الموضوع. ها؟ الموضوع نفسه ممكن يبقى فيه اكثر من جلسه واكثر من نقاش واكثر من متحدث. طبعا مرصود لكل جلسه يفترض 30 مشارك، فبالتالي تقدر تضرب 30 شخص في 83 موضوع، ها؟ هذا بخلاف يعني ممكن يوصلوا ل 3000 واحد بخلاف المدعوين من الذين تقدموا باقتراحات مكتوبه ويريدون عرضها على الحوار الوطني. طب ده كلام رائع جدا. زخم، هيكون في زخم كبير ان شاء الله، ونقاشات نامل ان تقود الى انفراجه كبيره جدا في حاجات كثيره، وخصوصا زي ما سياده الرئيس تفضل تحديد اولويات العمل الوطني، والناس تسمع بعض والناس تاخد وتدي عشان نقدر نوصل لتصور يخلينا نمشي وننطلق في طريق صحيح ان شاء الله. طيب يعني يزدحم راس المذيع باسئله كتير جدا، منها على سبيل المثال انه، وطبعا انا متاكد ان الجلسات هتبقى جلسات طويله طالما يديرها استاذ ضياء، يبقى لازم الجلسات بتاخد لها 5 6 7 ساعات. ربنا يديكوا الصحة. طيب ده اولا ان شاء الله الجلسات الماراثونية دي اللي هو ضياء رشوان سمحها الله كنا بنبتدي الساعة 1 نخلص الساعة 9 احيانا. ايوه. دي الامناء مش هم اللي هيدي، الامناء مجلس الامناء يعني عمل الجهد الحقيقي بتاعه. حط القضايا وحددها وناقشها وتفاصيلها وحدد رؤوس الموضوعات وحدد اساس الموضوعات القابله لان تؤدي الى مخارج اجرائيه، يعني كان في فيصل في النقاش ان انت مش قاعد تناقش عشان تعيد شرح المشروع. ها؟ كلنا عارفين ان في ازمه اقتصاديه وفي ازمه صحيه وفي ازمه تعليم، عايزين جلسات وموضوعات تقود الى تحديد حلول قابله للتنفيذ، دي نقطه جوهريه. يعني الناس هتشرح وتقول والله سبب المشكله ايه، لكن الهدف الرئيسي من هذه الجلسات هو أن تقود إلى الخروج بتوصيات قابلة أنها تتحول إما إلى قرار أو تشريع يصدره السيد الرئيس. دي نقطة في منتهى الأهمية عشان الناس تحس مش معقول أن احنا نعمل حوار وطني نعيد شرح المشروع زي ما بيقول. صحيح. وده اللي احنا يعني نراهن عليه أنه يقود إن شاء الله الى حاجات ملموسه الناس تشعر بيها. طيب ده هنا ياخدنا الى انه توجيه الدعوات هيبدا يتم امتى؟ توجيه الدعوات هل استقريتوا على اسماء المدعوين والمشاركين وما الى ذلك؟ بنسبه 99% تقريبا تم الاستقرار. الاسماء المجلس الامناء خاطب، يعني هقول لحضرتك الاليه برضه. ايوه. مجلس الامناء خاطب
الاحزاب السياسيه والقوى السياسيه والنقابات والمنظمات ان يعني ان كل واحد يحدد من يتحدث بالنيابه عنه. على سبيل المثال اللجنه سوري الحركه المدنيه الديمقراطيه حددت اسمائها اظن اكثر من 260 واحد. في بقيه احزاب طرحت اسمائها، الاحزاب الكبرى مستقبل الوطن، حماس وطن، الوفد، التجمع. لكن للاسف بعض الاحزاب لم ترسل اسماء ممثليها حتى يومين. اخر اتصال كان مع الدكتور ضياء رشوان منسق الحوار الوطني، ابلغني انه بعض الاحزاب السياسيه لم ترسل اسماء مرشحيها حتى هذه اللحظه، ونامل ان يتم ذلك خلال الاسبوع ده. الجلسه الماراثونيه ستعقد ربما في هذا الاسبوع، وبالتالي تحسم الكواليس كلها. وتصوري مش معلوماتي انه خلال هذه الجلسه سيعلن عن الموعد الانطلاق النهائي والتام، والذي يامل ان يكون في كل الاحوال قبل نهايه شهر يناير الجاري ان شاء الله. طيب، منذ انطلاق الحوار الوطني او بالتحديد عقد الجلسه الاولى لمجلس الامناء، فانه مصر مرت بالعديد والعديد من الاحداث والامور والقرارات الكبيره، ذهابا الى المؤتمر الاقتصادي وما الى ذلك. اعتقد ده يخلينا تقريبا عندنا شكل من اشكال البلوره في المناقشات، وعليه هل هنقدر، وده هنا بقى السؤال، نكون طلعنا بمنتوج ما قبل نهاية شهر رمضان المبارك؟ ليه؟ لأنه الإعلان عن الحوار الوطني كان في الأسبوع الأخير من رمضان بالظبط 26 إبريل. هل هنقدر قبل 26 إبريل نقول آدي ما خرجنا به من الحوار الوطني ونعرضه على الرئيس ونعرضه أيضا على الشعب بشكل عام؟ هذا ما أتمناه وما أمله وما يتمناه عدد كبير من المصريين، لكن لا أستطيع أن أجزم لأنه هذا الكلام رهن بالنقاشات ويعني إرادة المشاركين، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ظني أنه قد لا تستطيع أن تصل إلى منتوج نهائي لكل الملفات. في نقطة بس كمان جوهرية يوسف، وهي أنه الناس متصورة، بعض الناس مش كل الناس، ان هذا الحوار سيعيد انتاج العجله من جديد. لا، الحوار احنا لسنا مجلس النواب ولا مجلس الشيوخ. صحيح. ولا حكومه، احنا مش هنخترع وطن من جديد. في البلد موجوده والحاجات في بعض القضايا التي لا يستطيع الناس ان يتخذوا فيها قرارات اللي هم ممثلي القوى السياسيه المختلفه، لكن مش هتحل كل قضية التعليم أو الصحة اللي هي القضايا. ده هيبقى إنتاج فكري يخرج من بالضبط. الحوار الوطني بالضبط. يذهب إلى المؤسسات المعنية بالضبط. لكن اللي أقدر أقول لحضرتك عليه أن الملف السياسي من وجهة نظري هو المرشح الأفضل والأقوى لكي يكون هناك، خلافا لما يعتقده كثيرون، لكي يكون هناك توافق بشأن القضايا المختلفة التي قد تقود إلى مخرجات حقيقية. ده متوافر في المحور السياسي مش اكتر منه في المحور الاقتصادي وفي المحور الاجتماعي. ليه؟ لان المحور الاقتصادي والاجتماعي قضايا طويله ومزمنه لن تحل بين يوم وليله بطريقه اخرى. طبعا هيكون في يعني اجراءات فيها تقود الى مسار ربما مختلف، لكن في النهايه المحور السياسي قضايا واضحه، القرارات فيه الى حد ما اسهل الى حد ما من المحورين الاخرين الاقتصادي والاجتماعي باذن الله. انا بشكرك جدا 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 يا استاذ عماد، نورتنا وشرفتنا، وخلينا نشوفك كتير ما يبقاش في السفر بس، تنورنا ضيف عزيز دايما داخل الاستوديو وفي حياتنا بشكل عام. كل الشكر لكاتبنا الصحفي الكبير استاذ عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريده الشروق.